صراحة كانت تجربة واعرة في ديربي. وكنبغي نشكر الناس كاع اللي دعموني وكاع اللي عيطوا ليا، وكنبغي نشكر الناس ديال المتتبعين ولا عاطفي على الدعم ديالهم اللي هو ديما كنشوفوا كومونتيرات. وهذا الفوز هذا كنديه لجميع الاخوان اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. شكرا جزيلا، شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان جميعا، حياكم الله. اليوم درنا هذا الفيديو هذا صراحة باش نفرحوا جميع باحتلال الرتبة الأولى في ديربي أنفا. كنشكر الطاقم التقني على زعما الصهير ديالو على الحمام الزاجل اللي صراحة ديربي في مستوى، وكنشكروا أخ مدني اللي تبارك الله كان مقابل الحمام بواحد الطريقه اللي هي تبارك الله خياليه، وكانت بالاحتلال ديال الرتبه الاولى في الفينال. وهذا الشيء كيرجع لله عز وجل وعابش كيرجع الاخ مداني، وكنشكروه بزاف. تتم ان شاء الله باذن الله. حتى كانت التجربه ديالي في ديربي انفا لاول مره، حيت اول مره غادي نلعب في ديربي انفا، ماشي ديما كنلعب فيه. كانت التجربه اللي هي زوينه. كنا حطينا واحد البركه ديال الحمامات تماك، كانت شويه ضياع، ضروري غيكون ضياع لان الحمام راك عارف ملي كيكون باقي صغير. سيرتو انا ملي جبته في شهر 8 زعما النص ديالو في شهر 8، كان باقي غير باقي زغاليل، نقول طارديف اللي غادي نقول لك بحال هذا المعنى هذه. ولكن الحمد لله بالخدمه ديال الطاقم ديال ديربي انفا صراحه كانت الحمامه اللي هي فائزه كانت غاده وكتطلع بواحد الطريقه اللي هي تسلسليه. ف الحمد لله كانت الرتبه الاولى بفرق ديال 35 دقيقه. بالنسبه للسلاله ديال الانثى اللي حصلت على الرتبه الاولى، فهي من جهه الذكر ديالها اللي هو الاب ديالها، كيعود البطل الكبير اللي تبارك الله حتى هو حمامه ضرب في جميع ربوع المملكه اللي هو البطل بسيم يعقوبي. والانتاج ديال هذا الذكر هذا كيعود للبطل حتى هو خالد الوكيلي، وكنتي اقتنيته مع عند الاخ والصديق ديالنا اللي هو عادل. صراحه الدري الله يعمرها دار، وتا هو ما خذلنيش وما خيبنيش وقال لي هذا الذكر تستاهلو، فانت كتلعب فيتاس دومي فون ف تستاهل الذكر هذا. فجبت الذكر لقيته مع واحد الانثى اللي هي انثى رائعه جدا جدا، وهذه الانثى هذه كتعود للبطل ديالنا اللي هو بطل وصديق ديالي من عشره قديمه اللي هو وكريم ولد الحي المحمدي، اللي تبارك الله كان عنده عده سلالات، وكنت مشيت اقتنيت مع عنده هذه الانثى هذه اللي فيها جوج لانينات، فيها لانين ديال بيتر فان دي ميروي، وفيها لالين ديال شارلي كانز اللي هو ديال البطل والصديق ديالنا تا هو ملاك يوسف. ولقينا هاد الكوبل هادي وجاب الله التيسير، فاول مره غادي نلاقي هاد الكوبل هادي واول مره غناخذ منها، وخديت منها هاد الانثى هادي، وحسيت بان هاد الانثى هادي غتكون مزيانه في الديربي بحكم سميتو الستوندار اللي فيها، حكم انها تقريبا فيها واعره. حمامه تبارك الله كانت كاركتير من الصغر، فقلت علاش ما نديش هاد الانثى هادي، عجبتني بغيت نديها للديربي باش نعرف واش غتبان ولا ما غتبانش. فمن هذه الناحيه هذه بغيت ندوي على واحد النقطه اخرى، فراه الحمام موجود تبارك الله، راه كاين عده سلالات عندي الحمد لله، وحمامي ضرب عند جميع الاخوان في ربوع المملكه، بروميانات دوزيامات، اللهم لك الحمد، هذا الشيء بفضل الله عز وجل. رغم انني عندي مشكل في اللوف ديالي انايا، ما صراحه
كاين مشكل في اللوفت غادي نعاود اعاده النظر ان شاء الله، غادي نقاد المسائل من الاول او ثاني ان شاء الله باذن الله باش نعاود نلعب في الجمعيه مزيان، لاني كنت كنلعب في الجمعيه مزيان ولكن في الظروف الاخيره رغم ان ما كاينش الوقت حتى هو ما كيعاونش، فالله يحسن العوان حنا كنطلعوا كنوضوا مع 6 الصباح ما كنجيو حتى العشيه، فباش باش نكون مع الحمام نهار كامل باش نعرف شنو هو المشكل ديالو وشنو اللي خاصو، فما كنقدرش صراحه وما كنقدرش نوفر هادشي، هادشي الكمال لله عز وجل. على ماذا يدل هادشي؟ على السلالة انها جيده، فالحمد لله السنه الفارطه كانت بروميير اسبيجون اللي هي 100% ديالي من الانتاج ديالي، صراحه كانت فانتي فرحه ولا اروع، حسيت بان الحباب ديالي راه كاين، خاصو غير شويه ديال الخدمه باش يزيد يعطيك في الجمعيات، رغم ان ناس اخرين في الجمعيات جمعيه ديال كاع اللي كاينين هنايا في لا ريجيون ديال كازا صراحه الحباب يبان فيهم مزيان ديال بصح، والحمد لله هادشي فضل الله عز وجل. وماشي سهله انك تكون في السنه الفارطه ضربتي بروميير اسبيجون وهاد السنه هادي ضربتي بروميير في الفينال وسيزيام اسبيجون، الأنثى اللي ضربت بروميير فينال راه ضربت سيزيام اسبيجون، والحمد لله والشكر لله. وكنشكر بزاف الطاقم التقني ديال ديربي انفا اللي صراحه كيضرب تماره مع الحمام، اخ بدني صراحه مولوع في الايد ومولوع حتى في التقليبه ومولوع حتى في المقابله، ما شاء الله عليه، كنحيي اخ مداني. وبالنسبه للجائزه فراه الجائزه راه اقتنيت الجائزه مع الاخ مداني، فهو راه ذات ثقه عاليه، واي واحد كيتسالو شي حاجه راه كياخذها، والله يجزيه بخير. وشكرا بزاف لديربي انفا اللي صراحه كان هذا العام مستوى اللي هو عالي، وكان فينال مستوى عالي بحضور جميع الملعيه اللي كاينين في الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء، فكنشكر شكر جزيل جميع الطاقم، كنعاود نشكر جزيل جميع الطاقم اللي كانوا سهرانين على هذا الديربي هذا، وكنقول لكم فرجه ممتعه في هذا الفيديو اللي غندير، فهو درته على قبل ديربي انفا، والله يسخر جميع الاخوان. وديربي انفا كما كنقولوا بانه راه مفتوح في استقبال الحمام في مارس ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله غادي يكون في 2024 بحله جديده، وكنتمنى الاخ مداني فرصه سعيده ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.